كيف تفسر الشريعة الزواج وما المفهوم الذي وضعته لهذه الظاهرة المجتمعية؟ ما مقاصد الزواج الكبرى وهل حدد الإسلام آليات ووسائل لتحقيق هذه المقاصد؟ هل ما زالت هذه الظاهرة تحتفظ بقيمها ضمن المجتمعات الإسلامية؟ وكيف السبيل إلى الحفاظ على الأسرة المسلمة في زمن العولمة؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان أهداف الزواج ومقاصده في الإسلام في الأوقات التالية.